سيكون نادي ليستر سيتي الإنجليزي على موعد مع مواجهة إشبيليا الإسبانية غدا في إياب دور الثمن النهائي من دور أبطال أوروبا من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة، خاصة بعدما تمكن رفقاء رياض محرز من تسجيل هدف عن طريق جيمي فاردي في مباراة الذهاب. أبقى الأمل على التأهل ومواصلة المشوار الأوروبي الذي وإن تحقق سيكون تحت شعار إنقاذ ما يمكن إنقاذه، على اعتبار أن الثعالب يحتلون المركز ما قبل الأخير في سلم البطولة. من جهته سيدخل إشبيليا المباراة من أجل تأكيد نتيجة مباراة الذهاب وإيقاف أي محاولة لدخول الثعالب منطقة الجزاء. مباراة أخرى هي تلك التي ستجمع جوفنتوس الإيطالي بالضيف بورتو والبرتغالي، على ستجعل من مواجهة الغد في متناول أشبال أليجري الطامح.